مرحبا بكم في لي غورمانديز دو لبنى. غبرت عليكم ولكن رجعت لكم بواحد الوصفه زوينه بزاف وسريعه التحضير، لي بات بالصومون وصوص غوز كيجيو بحال ديال المطاعم. غنعطيكم جميع الاسرار باش يجيو لي بات معلكين وما يجيوش ناشفين. يلا تبعوا معايا الطريقه. غادي نحتاجو لي بات، انا اختاريت هنا لي لانغويني، تمكن لكم تختاروا اي بات بغيتو، صومون فري ولا ديروا الصومون فيمي، بالحق الا درتو الصومون فيمي غنقصوا الملحه، طوماط سوريز، لانيت ولا تستعملوا المعدنوس ماشي القزبور، بصله ايشالوت هاد الطويله سينو ديروا بصيله صغيره عاديه، زبده، مركز طماطم، بارميزون، كريم ليكيد. دابا غادي نوجدوا المقادير ديالنا. نغليو الماء ونزيدو مليحه باش نسلقو لي بات. هاد لي بات اللي عندو كياخدو 13 دقيقه، الوقت اللي طيبو غادي نصايب فيه انا لاصوص. في مقله غنديرو شويه الزبده ونطيبو الطريفات ديال الصومون، ما غاديش نطيبوهم بزاف حيت من بعد غادي يعاودو يطيبو في لاصوص، هما دغيا كيطيبو ونحتاجو غير مليحه وبزار. نحيدو الصومون نديروه في طبيسيل صغير ونشحرو البصله حيت الا زدنا عليه الصومون كلشي غادي يتفرتت وغادي يطيب لنا بزاف. نزيدو مركز طماطم، هو اللي غيعطينا اللون غوز لاصوص. نزيدو طوماط سوريز ونشحرو واحد جوج دقائق. نزيدو مليحه وبزار. ونزيدو لا كريم ليكيد تكون كامله الدسم. نحركو مزيان، غير يبدا يغلى نزيدو الصومون. الى جاتكم لاصوص عقده زيدوا مغرف ديال الماء ديال لي بات. لاصوص راه ما خصهاش تجي عاقده بزاف حيت ملي غادي نزيدو لي بات غيشربوا بزاف وغادي يجيو ناشفين، خاصها تبقى شويه ليكيد كيف ما كتشوفوا. غنزيدو لانيت حتى الاخر باش ما تطيبش لنا بزاف وتحرق، هكا باش تعطي الطيبه ديالها تكون زوينه وفخاش. ومن بعد نزيدو لي بات. غنطفيو النار ونحكو البارميزون الجهد اللي بغيتو، ويمكن لكم تستغناو على البارميزون لما كانش متواجد عندكم. صافي، هذا هو الشكل النهائي، راه كيجيو واعرين بواحد الشكل رائع، كيجيو معلكين ولاصوص كتجي لذيذه بحال فان ريستورون ايطاليان وسهله في التحضير. يلا بالصحه والراحه، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم وبلي جيم. إلى الحلقة القادمة.